الرمان على النار فكرة جامدة جدا وبصراحة تحفة جدا 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 ووصفة جديدة اول مرة تشوفيها اتحداكي هتقومي تعمليها حالا الرمان على النار مش موجودة غير على قناة شيكو توت على اليوتيوب وعايز اقول لكم اللي انتوا شايفينه دلوقتي دي الوصفة الاخيرة اللي احنا عملناها على القناة بتاعتنا اللي هي كيكه التوينكيز او كيكه البسكوت عايز اقول لكم طعمها حلو جدا من غير دقيق او طحين وكمان زي ما انتم شايفين الكيكه اتنسفت وباقي الحته البسيطه دي هناكلها ان شاء الله بعد الغدا لو حابين تشوفوا الفيديو يا ريت تدخلوا على قناه شيكو توت على اليوتيوب هتلاقوا الفيديو موجود قدامكم او انتظروا لاخر الفيديو وهتشوفوا الفيديو في شاشات النهايه اول حاجة هنحط الرمان بتاعنا زي ما حضراتكم شايفينه كده على النار عشان يبدأ الجزء اللي قدام يبدأ ان هو يطرى عشان نبدأ نقطع الرمانة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دائري طبعا احنا حابين ان احنا نعمل كده علشان كمان ما نقدر ان احنا نفصص الرمان من غير ما نكسر الرمانة خالص ودي طبعا حاجة انا شايف ان هي مظبوطة جدا عشان تطلع الوصفة بنجاح اتمنى يا جماعه لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك لان اللايك هو اللي بيساعدنا نستمر وهو اللي بيوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن زي ما حضراتكم شايفين الفتره اللي فاتت احنا قدمنا فيديوهات كتيره جدا على قناتنا يعتبر بواقع كل يوم فيديو واثنين وثلاثه فاعتقد لو دخلتم على قناه شيكو توتا هتلاقوا وصفات حلوه جدا عصاير معجنات اكلات طبخ آه مهلبيه حاجات موفره جدا آه حاجات لتنظيف الاواني والطاسات كل ده حصري على قناه شيكو توتا زي ما حضراتكم شايفين بعد ما فضينا الرمانه بالشكل ده الوصفه دي يا جماعه هتعجب اطفالكم جدا 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 الرمان كتير في السوق وسعره برخص التراب بعد كده بدأنا ان احنا فرطنا الرمان في طبق هنحتاج معلقة من النشا الذرة زي ما حضراتكم شايفين هنفضيهم على الرمان عادي في الطبق بدون اي حاجة زي ما حضراتكم شايفين ممكن نضيف معلقتين كبار من النشا مفيش اي مشكلة وزي ما حضراتكم شايفين الرمانة بتاعتنا اللي احنا فضناها من الرمان على اليمين بجد يا جماعه احلى حاجه في الدنيا ان احنا اما نعمل وصفه اطفالنا يحبوها لان احنا دايما كل همنا ان احنا ناكل اطفالنا الحاجات الحلوه ونديهم الغذاء حتى لو بشكل جديد وبطريقه جديده علشان هم يستفادوا واحنا كمان نفرح بحاجه زي كده زي ما حضراتكم شايفين هنبدا بقى نضيف السكر اللي احنا محتاجينه حسب الرغبه يعني لو اطفالنا بيحبوا السكر هنبدا ان احنا نحط معلقتين كبار من السكر وهنبدا نحط كمان لو عندنا فانيليا ممكن نحط رشه فانيليا صغيره خالص بتدي برضو كمان طعم وحلو جدا وريحه حلوه جدا 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 وصفه النهارده يا جماعه عايز اقول لكم بجد فكرة بمليون جنيه يعني بصراحة انا مش شايف فيها اي صعوبة الرمان يعني ممكن تقدروا تعملوا النهاردة الوصفة دي لكل اصحابكم وكل اولادكم وازواجكم كمان ما تنسوناش يا جماعة ياريت تعملوا لنا حاجات حلوة دايما هنجيب بقى حلة او وعاء زي ما حضراتكم شايفين وهننزل الرمان بالشكل الجميل دوت اتمنى يا جماعه تعملوا لايك للفيديو لان اللايك هو اللي بيساعدنا نوصل لاكبر عدد ممكن اللايك اللي انتوا فاكرينه يا جماعه مش بيأثر لا ده بيفرحنا لان احنا بنحس ان احنا ن... ان حضراتكم مبسوطين مننا ان احنا مرغوبين عشان نقدر ان احنا نستمر لكن لو شفنا الناس بتتفرج على الفيديو من غير ما تعمل لايك اكيد مش هنبقى حابين ان احنا نستمر لان اللايك هو الدافع لينا زي ما حضراتكم شايفين بدانا ان احنا نولع النار وهنبدا نحط الحله بتاعتنا عليها معلقتين من النشا ثلاث معالق من السكر حرشين رشه فانيليا اي حاجه عايز اقول لكم اي حاجه مش موجوده عندكم في البيت مفيش مشكله خالص تقدروا بكل بساطه تستبدلوها وبعد كده اول ما هنحطها وهتبدا انها تعمل كده زي فقاقيع صغيره هننزل عليها بمعلقة نشا كمان مع التقليب بصراحة يا جماعة الريحة حلوة جدا وإن شاء الله الطعم حلو جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين هنستمر طبعا على التقليب على درجة حرارة نار متوسطة وزي ما حضراتكم شايفين نبدأ إن احنا نحط معلقة من السكر البودر طبعا يا جماعة السكر البودر حلو جدا جدا كمان عشان يمتزج مع الرمان يعني لو الرمان طعمه مش مسكر او طعمه حادق او حامض زي ما حضراتكم بتقولوا هيكون طعمه حلو جدا لما نحط له السكر البودر ده وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا من شويه حطينا نص معلقه من الكاكاو الكاكاو العادي او الكاكاو المحلى وبعد كده هنضيف كوبايه من الحليب او اللبن لو مش حابين تضيفوا كوبايه من الحليب ممكن تضيفوا كوبايه من الميه لان في ناس كتيره قالت ان الحليب مع الرمان مش هيكون حاجة كويسة فاذا انتوا حابين ان انتوا تستبدلوا الحليب او اللبن بالمية مفيش مشكلة خالص وممكن كمان عندي فكرة حلوة لو عندكم كيس مهلبية جاهز تقدروا ان انتوا تضيفوه عادي مفيش مشكلة بعد كده هنبدأ ان احنا ناخد كده الرمانة بتاعتنا ونحطها على النار تاني علشان تكون دافية بمجرد ما نبدأ ننزل الخليط بتاعنا في الرمانة يبدأ إن هو يمتزج ببعضه كويس جدا وياخد الشكل بتاع الرمانة وكمان الرمان يكون فيه طعم أوضح من كده بالظبط عشر ثواني وهنشيلها وزي ما حضراتكم شايفين إيه العظمة والجمال والحلاوة دي هنبدأ بقى يا جماعة ننزل الوصفة الجميلة كده في الرمانة بتاعتنا ونسيبها في التلاجة لمدة ساعة المبرد لو حابين تاكلوها كده مفيش مشكلة زي ما حضراتكم شايفين طعم ايه وحلاوه ايه وجمال ايه؟ عايز اقول لكم بصراحه تحفه جدا. زي ما قلنا يا جماعه لو انتوا ما عندكوش كاكاو ممكن تستبدلوه بكيس نسكافيه او كابتشينو لو اطفالها ياكلوه بلاش اصلا آه المنبهات. صلوا على النبي كتير وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل. كان معكم اشرف والسلام عليكم ونصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله طعمه حلو قوي باي باي.